بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المتابعين كامل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أنا مع تلاميذي تاع السنة الرابعة متوسط مع سلسلة الحلول الكتاب المدرسي. رانا في الصفحة 13 ورانا نديرو في التاسك 12. So I listen, you will listen to your teacher. الشيخة تاعكم أحد لكم الباساج أوديو ولا تقراه لكم هي وتقولكم عمرو لي الاي دي كارد. So لازم تكونوا موجودين من قبل أو ما تعرفوا هذا وشنو. First name يعني احنا يا مع بعض بيان سور مش حنكتب هنا ما كاش بلاصه. جبت لكم هذه واجده هنايا. So the first name is William. Surname ما تقولوش شيكسبير، ما اسموش شي، اسمه شي. شيكسبير. William Shakespeare. Date of birth April 23rd 1564. قسموا التاريخ على زوج، 15 64 1564. Place of birth تاريخ المكان، هذا تاريخ وهذا مكان. ستراتفورد بن ايفن، هذا كما احنا نقولوا برج باجي مختار مثلا، تحيه ليهم كامل. اذا هما ثاني عندهم اسماء هكا ثلاثيه. ستراتفورد بن ايفن، وين جايه هذه ستراتفورد بن ايفن؟ لوكيشن، هو موقع بهذا المكان. The location of place of birth قالك about 160 kilometers northwest of London، يعني 160 كيلومتر وين؟ شمال غرب تاع لندن، حكم لندن، ها هي لندن شمال الغرب، يعني منا 160 كيلومتر. Date of death تاريخ الوفاة، death opposite of birth April 26th في نفس الشهر، زاد في 23 وتوفى في 26، مزيادة لانيفيرسير. مادام عندنا التاريخ كامل دايما راح نستعملو on، يا اخي هضرنا عليها المرة اللي فاتت. Place of death مكان الوفاة، ستراتفورد بن ايفن نفس المكان وين زاد وين مات. occupation معناتها واش كان يخدم، بيان سور هنا عندنا اس معناتها كان عنده عدة مهارات ربي يبارك، skills. اوكي actor ممثل، playwright معناتها يكتب المسرحيات، poet معناتها شاعر. titles of two plays، plays هي مسرحيات نقولوا ماشي لعب، الالعاب نقولوا games يا اخي، وplays هنايا مسرحيات. اذا زوج مسرحيات عندنا روميو اند جولييت اند هاملت. name of the theater بنا هو واحد المسرح بناه هو تاعو واسمو غلوب ثياتر، سماه ذا غلوب ثياتر. فوالا الا كو حابين تروحوا للوضعيه الادماجيه كليكيو غير هنا في الرابط هذا الابيض، تخرج لكم مباشره الادماجيه هذه، نحولوها الى فقره. فوالا تهلاو في روحكم وفي والديكم. سلام.